النهاردة فوجئنا بخبر غريب وعجيب للغاية للغاية. كان في ماتش النهاردة لمواليد 2001 يا جماعة، ولا 2003، 2003 2003 مباراة 2003 بين الأهلي وإم بي، والأهلي فاز على 2003 إم بي. تمام، الأهلي احتفل بالفوز ببطولة هذه المسابقة، وعلى الجانب الآخر إم بي أيضا رغم الهزيمة احتفل بالفوز. طبعا سوري أنا آسف، إم بي كسب 4-3، أنا آسف إم بي كسب 4-3. إم بي احتفل زي ما احنا شايفين كده بهذه البطولة، والأهلي أيضا احتفل بهذه البطولة. الأهلي 62 نقطة، إم بي 59 نقطة. طب ازاي ابو 59 اللي هو ام بي يقول انا البطل؟ ببساطه شديده، لانه ام بي كان منذ اسبوع قد تقدم الى الاتحاد المصري الموقر لكره القدم بشكوى فحواها انه في لاعب في النادي المصري مزور في السن، وبالتالي مباراة ام بي مع المصري تحتسب لصالح ام بي نتيجة هذا التزوير، فهيرفع رصيده من 59 ل 62، يتساوى مع النادي الاهلي في عدد النقاط، وبالعودة الى المواجهات المباشرة فهي في صالح نادي ام بي، ومن ثم يعلن بطلا للدوري العام. طيب انتوا فهمتوا القصة؟ انا شرحتها صح يا جماعة؟ في الكنترول فهمتوها؟ ما دام الكنترول فهمها يبقى الناس فهمتها. طيب اذا الموضوع ببساطه شديده جدا، انا بقول لي خلطه بيطه، واحد يقول طب هو مال اتحاد الكوره يا عم، ومال مزور او مش مزور او الكلام ده. دي طبعا نص الشكوى اللي قدام حضراتكم موجهه من النادي ام بي ضد النادي المصري، موجهه لاتحاد الكوره، ومعانا طبعا الكابتن الكبير محمد اسماعيل، وهو طبعا كان مديرا لقطاع الناشئين قبل كده، وحاليا هو مدير الكره للفريق الاول، وبالمناسبه كان لاعب عظيم ولعب في النجم اللبناني، وكان عنده شوطه صاروخ وحكايه وروايه، لعيب جامد جدا كان يعني، وهو حاليا طبعا اداري ناجح جدا. كابتن محمد مساء الانوار. مساء الفل يا كابتن مدحت، كابتن يعني برضو حضرتك برضو لازم تقول ان حضرتك كنت المدير الفني بتاعي برضو، عشان كده كنت شرف ليا. الشرف والله ده انا الشرف ليا يا كابتن. لا والله ربنا يبارك فيك. قول لنا ايه بقى، هل انتم متاكدين ان لاعب المصري ده مزور في السن فعلا؟ اتفضل يا كابتن. انا بس هقول لحضرتك حاجه كده، تصحيح صغير، ان احنا النهارده واحنا بنلعب النادي الاهلي كنا احنا فعلا 59 والاهلي 62، ولما كسبناه بقينا 62 قد بقيتوا 62 و62 زي بعض، والمواجهات المباشره بقينا زي بعض. كويس، تمام كده. الاهلي كسبني فرق جون وانا كسبته فرق جون. تمام. فاصبح راحوا للبند الثاني في اللائحه اللي هو ايه، الاهداف، والاهداف لصالح النادي الاهلي. اوكي، على حسب اللائحه الاهلي المفروض ان هو كده يبقى البطل. ماشي، تمام. الاهداف بس انا اوريدي انا باعت شكوى ومتاكد والورق كله سليم، وانا اعتقد ان هي ما كانتش تستحق كل الفتره دي، حتى لو هم احنا مقدمين الشكوى من يوم 16 يا كابتن مدحت. في لاعب في النادي المصري يعني انه مزور، وقلنا المفاجاه مش كده يا كابتن مدحت، انا بس يعني انا اسف ممكن اطول على حضرتك شويه. لا المفاجاه ان احنا الاستاذ ايمن الشراعي رئيس النادي تواصل مع اتحاد الكوره ورابطه الانديه وقال لهم عايزين يعني نشوف حل عشان المنظر ما يبقاش بالشك اللي ممكن يحصل. قال لهم بالظبط اللي حصل اللي حضرتك شفته النهارده، ان فرقتين واحده مغلوبه وواحده بيحتفلوا، والكلام ده مش اول مره يا كابتن مدحت. نعم كابتن مدحت، الكلام ده اتكرر مع الاهلي برضو، مع والاهلي والزمالك صح يعني، واتكرر برضو السنه اللي قبل اللي فاتت في 2001، والاهلي كان البطوله اعلنوا الجيش هو البطل الدوري، وبعدها بثلاث ايام قالوا لا الاهلي عشان احتجاج وحاجات كده. فالموضوع المفروض بعد ما بعتنا الشكوى من وجهه نظر اللي هي زي ما حضرتك بتقول لا قيمه لها برضو، ان كان لازم يبعتوا يا يقولوا للفرقتين، لاداره نادي ام بي واداره نادي الاهلي،
الاهلي ان احنا مش هنعلن البطل بعد المباراه. صح. حل بسيط. يعني لغايه لما نفصل في الشكوى. لغايه ما نشوف. انما انا كامبي انا كسبان النادي الاهلي النهارده 4-3 والولاد عارفين الموضوع فمن حقهم يحتفلوا. النادي الاهلي كلعيبه برضو حاسس ان هو ما هو ممكن الانبي ما ياخدش فالموضوع كان محتاج انا يعني هنا بس هقف حته صغيره عشان الناس تبقى فاهمه. انت بفوزك النهارده على النادي الاهلي بقيت انت 62 وهو 62، لكن انت معول على الثلاث نقط بتوع النادي المصري، لان هيفرقوا هبقى انا فارق عن النادي الاهلي 3 نقط ساعتها. تمام خلاص. يبقى انا خدت، مش محتاجين مواجهات مباشره ولا اهداف ولا حاجه. صح. فده وانا متاكد جدا 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 يا كابتن مدحت من الورق اللي انا مقدمه. انا عرضته كله على الشاشه دلوقتي اهو. يعني ضامن، لانه بسيط، وحضرتك يعني ادرى مني طبعا وخبرات حضرتك كبيره جدا في الموضوع ده. سهله جدا ان هيخش على السيستم هيشوف نفس صوره ولد مواليد 97 بيلعب بمواليد 2003. فالموضوع يعني هو بيتكلم في 6 سنين فرق. يعني لاعب اكبر من المرحله السنيه دي بست سنين. ست سنين بحاله. هي برضو القصة، يعني هي قصة. انا بس كنت يعني حابب اقول حاجة يا كابتن متحف. والله الموضوع هو عشان الماتش اتذاع النهاردة فخد الحجم الكبير ده وبان الشكل اللي مش كويس ده. صحيح. انما في النهاية احنا كنادي انبا كابتن متحف وحضرتك قادرة، احنا طول الوقت بنحاول يعني بنخدم، واكتر الاندية بنخدمها يمكن النادي الاهلي، اكتر نادي بياخد مننا لعيبة. بس هو النادي الاهلي مش طرف في الموضوع دلوقتي خالص. لا لا خالص. انا بس بتكلم ان انا مش همي البطولة، انا كل همي ان احنا عارف بيبقى اولاد صغيرين برضو وفرحان انه هياخد بطوله انما الهدف الاساسي بتاعي زي ما حضرتك شايف احنا بقالنا فتره بنحاول نطلع قطاع الناشئين كله، بقى تقريبا 90% من الفريق الاول يا كابتن مدحت هو قطاع الناشئين. صحيح. فانت احنا بنحاول نبني اولادنا ان احنا فرقه بطل، فرقه لعيبه كويسه، لعيبه مميزه، بدليل ان هم في اكبر الانديه في مصر، سواء في الاهلي سواء في الزمالك سواء في بيراميدز. ما فيش نادي في مصر يا كابتن مدحت، ما فيش نادي في مصر ما فيهوش لعيب من قطاع ناشئين نادي انبي. دي حقيقه. وانا قد الكلام اللي بقوله لحضرتك، فاقصد اقول ان احنا بنحاول طول الوقت. فما يبقى حاجه زي كده، انا شايف ان احنا ولا الاهلي طرف ولا حتى النادي المصري طرف، لان في حاجه مهمه جدا يا كابتن مدحت، ان الانديه ما عندهاش السلطات ان هي تتعامل مع الجهاز السياديه سواء مثلا وزاره الداخليه او حاجه، ان احنا نقول عايزين نكشف على اللعيب ده. فانت لعيب بيجي لك بورق بقت مصري يا كابتن مدحت صدقني. صحيح. بيجي لك بورق، فانت هتعين عندك بقى في كل نادي عين مثلا حد، مش هتعرف تعمل الموضوع ده. وانا قبل كده طلبت وبطلب وما زلت بطلب من اتحاد الكوره ان لازم يبقى في لجنه عندهم هم اللي يتقصوا الحاجات دي، هم اللي عندهم القدره ان يتواصل مع الجهات السياديه يا كابتن مدحت عشان يخلصوا الانديه من الحوار الكبير ده. صحيح. انا بشكرك كابتن محمد، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. ليك يا كابتن، شكرا. ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا. انا قلت ليه